حنا كنتواجدوا في صيفيات مركز هاجر اللي هو جار في اطار البرنامج الوطني التنشيطي للقرب بالتنسيق مع المديريه الاقليميه للشباب والرياضه في اطار البرنامج الوطني. والحمد لله يعني بدينا واحد المرحله الاولى وحنا دابا في المرحله الثانيه اللي كيجيو الاطفال للمركز يعني من 9 الصباح حتى 4 العشيه كيستافدوا مجموعه ديال الورشات اللي منهم المسرح الموسيقى الحساب الذهني اللغات يعني بمجموعه ديال لي زاتولي اللي كيستافدوا منهم وكيفرغوا فيها المواهب ديالهم والطاقات اللي عندهم. المرحله فيها 6 ايام كتبدا من 2 حتى للسبت كيكونوا فيهم الورشات وفي اليوم الاخير ضروري كنديروا واحد وما كنسميوش حفل ختامي غا هو كنعرفوا يعني بالمنتوجات اللي يعني اللي بداو فيهم الاطفال من مسرحيات من اغاني من لوحات تعبيريه وباش الاطفال كاملين يعرفوا كيفاش دوزوا ذاك المرحله. عندنا العدد يعني كيكون محدد يعني في 50 مستفيد ما بين الاطور ما بين الاطفال هادشي كيتقسموا لخمسه المراحل كل مرحله كيستافدوا منها 50 50 ان شاء الله تنكملوا 250 طفل اللي غيستافد معانا. لا المطعم ما كايناش عندنا هنا ولكن كتكلف بها المديريه الاقليميه وكيتم التوزيع ديالها على المراكز والحمد لله الامور كتكون يعني جيده ويعني حتى الماكولات كتكون يعني صحيه والحمد لله يعني من نهار بدينا الامور غاده مزيانه. هاد الصيفيات هادو درناهم بصفه تطوعيه مع الجمعيه باش ما نحرموش لي جون وما نحرموش لي زونفون بعدا من المخيمات الصيفيه كما دار لنا كوفيد العالم كامل دابا تخلى راهم كلشي داير الحجر الصحي سي با جوست ان الدراري في الصيف كانوا عندهم دي زاكتيفيتي وهذا دونك حنا تطوعنا باش نعرفوا ونخليو ان يكونوا دي انشطه زوينين وفعاليات صيفيه عندها علاقه بالسينما وبزاف ديال الانشطه. سميتي سعد بوعيد جيت هنا انا والوالده ديالي باش نمارس الرياضات والفن بغيت باش نعرف كيفاش نقاد شي فيلم والحمد لله على كل خير صيفط بزاف ديال الانشطه والورشات بزاف صراحه هنا احسن من الدار الدار كتبقى غير جالس. جابني الاب ديالي وسجلني ودخلت وتعرفت على اصدقاء جداد واستفدت من ورشات منهم الورشات تاع المسرح وتعرفت على اصدقاء جداد وعلى اوتور درايفين بزاف اللي كيعلمونا الرسم و لا دونس وكل شيء كاع كنتمنى ان يبقاو يديروا هاد المخيم كل عام واخا بكورونا ولا بلا كورونا. كنبداو في قاعه صغيره عاد من بعد كنطلعوا لاسين يعني تفهمت يعني كنبريباريو في الاول يعني كنترينيو عاد ديك الساعه باش نشوف يعني الريزولطا النهائي زعما واش حفظوها ولا لا. كنجيب لهم شي اغنيه يعني مقارنه بلاج ديالهم وشي دانس يعني قصيره وفهمت يعني كومين بحالهم وكيحفظوها يعني بالنسبه لانهم صغار ويلاه بادين وما عندهمش يعني شي اكسبيريونس في لا دونس راه سي مانيفيك يعني كيفاش كيحفظوا يعني السرعه باش انهم كيحفظوا لا تكنيك كيفاش كيلعبوا راه تبارك الله. جبتني ماما وبابا كنت تبارك غير في الدار ما كنت كندير والو جيت هنايا كانوا بزاف ديال الورشات كندخلوا بحال المسرح وصفت بزاف ديال الحوايج. سافر الضياء وحل السكون في ليل جميل كلحن حنون. جيت لهذا المخيم الصيفي حيت كيعجبني وكنديروا فيه اغاني تربويه وانشطه تربويه وكيوفروا لينا اي حاجه وكنتعلموا شي حوايج ما احنا مازال ما كناش عارفينهم بحال الحساب الذهني المسرح او الغناء او الطبخ. رسمت انا ملي غنكبر الدار الطبيعه ديالنا والشمس. بالنسبه للورشه ديالي انا الورشه ديال الرسم كنحاولوا اننا نبينوا المواهب ديالنا الطاقه اللي عندهم يخرجوها في الرسم وكيف ما كتشوفوا راه تبارك الله راه هذا المخيم جاو فيه شي مواهب اللي زوينه بزاف وعجبوني ماشي غير في الرسم انما حتى في الرقص في الغناء في المسرح في كل شيء يعني كاين واحد المواهب يعني كاين واحد الطاقه شبابيه طالعه تطلع زوينه ان شاء الله. بونجور جو مابيل حسن مو جو مابيل اسماء سنكي اي توا كيل لاج
كنحاولوا نرفعوا على الدراري شويه ونحيدوا الروتين اللي كان ديال الاشهر اللي فاتوا ديال الدراسه وداك الشيء. وحنا في لاتولي ديال الكومونيكاسيون كنحاولوا نديفلوبيو داك لو سونس ديال بريز ديال بارول عند الدري، يولي ما يبقاش يحشم يتكلم قدام بنادم ولا قدام لا كاميرا، يولي مطلق يدوي عادي، ونعطيو لي تكنيك يستعملهم باش يحيد لو ستريس ما يبقاش يبان. كاين تفاعل تبارك الله، الدراري بداو كيدويو شويه، طلق لهم اللسان، ولفوا بعضياتهم، وتبارك الله كيبانوا كيدويو مزيان الحمد لله. حنا عجبنا الحال باش اللي كنديروا مع الشباب. علاش ما خاصهمش هما يتحرموا من داكشي اللي يتحرموا منه الكبار؟ ديجا سي با لا بيم داكشي اللي داز من كوفيد، دونك دابا خاصنا فوالا نغارديو اسبوار، ونتمنوا من الله ان هاد الورشات هادو يخرجوا لنا دي جون فاعلين في الميدان ان شاء الله من القدام. هي صراحه ما كيعاوش المخيم، لان المخيم كيبقى عنده واحد الطابع خاص ديالو، غا هو يعني باش الاطفال ما يبقاش ما يحسوش بواحد الملل، خاصه في ظل هاد الظروف ديال الجائحه، يعني كيجيو كيبدلوا الجو، كيديروا لي زاكتيفيتي على الاقل، بعدا كيغيروا شويه، ما كيبقاوش في الدار بوحده. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.